وزير الدفاع التركي يهدد بأن منشآت البكاكا هي أهداف لنا، كذلك وزير الخارجية عندما يقول البنى التحتية والفوقية لحزب العمال أهداف لنا. يعني الاتفاق الذي أبرم مع إيران بشأن معارضيه في كردستان، هل يصعب نسخه مع الأتراك؟ يعني للأسف بعد 2003 ولحد هذا اليوم العراق أصبح ساحة مفتوحة لكل الدول وخاصة دول الجوار لتصفية حساباتهم على الأراضي العراقية، وشبه العراق يفتقد السيادة وهيبة الدولة. لذلك يعني بين الحين والآخر نرى تدخلات عسكرية وقصف وإلى آخره. وموضوع يعني البكك مقارنة بالأحزاب السياسية الكردستانية الإيرانية يختلف تماما. الأحزاب الكردستانية الإيرانية التي كانت في معسكرات يعني لم تكن تهدد الأمن القومي الإيراني مباشرة، ولم يكن لديهم سلاح وقوي كما يقال، و أضف إلى أنه لم يتواجدوا في مناطق وعرة. لذلك تم الاتفاق بين بغداد وطهران وأربيل وتم معالجة هذا الموضوع. أما بالنسبة لحزب العمال، أولا حزب العمال حزب شرس ولديه عقيدة في القتال ويتواجد في مناطق وعرة جدا. لا حزب العمال يستطيع مواجهة الجيش التركي ثاني أكبر جيش حلف الناتو، ولا جيش التركي يستطيع النيل من حزب العمال داخل مواقعهم في سلسلة الجبار الوعرة جدا. من هنا المضرور الوحيد والخاسر الوحيد؟ الشعب الكردستاني. هناك مئات القرى هجرت وآلاف البساتين حرقت ودمرت وجرفت، و يعني المواطن الكردستاني في هذه الشريط الحدودي هو المتضرر الوحيد. أضف إلى أنه بعد كتابة الدستور هذه المسائل تعود للحكومة الاتحادية في بغداد وفق المادة 110 من الدستور، سياسات الخارجية وحماية الحدود وهيبة وسيادة الدولة من صلاحيات حكومة الاتحادية الحصرية. ولكن للأسف كل هذه الحكومات المتعاقبة لم نراها تتحرك بجدية لإنهاء هذا الملف. أضف إلى أنه هناك يعني صراع بين حزب العمال والطيران التركي في مناطق خارج إقليم كردستان في سنجار مثلا، وهناك دعم من قبل فصائل لحزب العمال. فالموضوع معقد، ولكن في كردستان نعم الكل يؤمن أنه لا حل للمسألة، مسألة حزب العمال والصراع مع الجيش التركي، سوى طاولة الحوار والمفاوضات والهدنة وحلحلة الأمور. أما عسكريا كما ذكرت لكم، لا الجيش التركي يستطيع النيل ولا حزب العمال يستطيع المقاومة، ويجب على أيضا على بغداد التحرك مع أنقرة وبمساعدة أربيل لإنهاء هذا الملف، لأنه حقيقة دام قرابة 40 سنة هذا الملف والكر والفر. نعم سيد باجي.